بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا رب العالمين نسألك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، فنسألك من الخير كله، افتقرنا إلى رحمتك، وبيدك الشر كله، فنعوذ بك منه يا رب العالمين. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا وذريتنا وأقربائنا ومشايخنا وأساتذتنا ووالدينا وآل بيت نبينا وعلمائنا وذرياتهم وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر يا رب العالمين. لبشارة حبيبك وبلاغه صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنحن صمنا هذا الشهر والشهور السابقة منه يا رب العالمين، فأتم علينا هذا الشهر وأتنا هذه البشارة يا رب العالمين بفضلك وتوفيقك. وحبيبك قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ونحن قمنا بقدر ما قويتنا وأعنتنا، فوفقنا وتقبل ذلك منا، وأعطنا بشارة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بفضلك ولسائر المسلمين يا رب العالمين. وهب المسيئين للمحسنين منا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها. شرح مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي القاهري مقاما ومقاما، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء كتبه وذريته وزواره بالخير آمين. الحديث 45، حديث وجوب توفية أركان الصلاة، وهو حديث مشهور من الأحاديث الملقبة باسم الحديث حديث المسيء صلاته، فهو حديث له لقب، يعني عنوان. إذا قلت إيه كما جاء في حديث المسيء صلاته، مش مهم بقى ترويه، خلاص كل الناس عارفه، ده اسمه حديث ملقب له لقب. ممكن زي ما تقول مثلا كما جاء في حديث جبريل، اللي هو حديث الإسلام والإيمان والإحسان وأمرات الساعة، فتبقى حديث لها لقب معين، حتى لما تعزي إليها لا ترويها، مجرد تقول لقبها خلاص. فهذا الحديث له هذا اللقب، ومن خلال هذا الحديث تعلم الفقهاء والمسلمون أركان الصلاة التي بها تصلح الصلاة ومن دونها تبطل الصلاة. إسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله خير الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، يعني تكرر هذا الأمر ثلاث مرات. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة
احنا قلنا قمت الى الصلاه دي فيها النيه اللي هي القصد. فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر. هذه تكبيره الاحرام، هذه الاركان النيه وتكبيره الاحرام. ثم اقرا ما تيسر معك من القران اللي هو بينها النبي في الحديث الاخرى انها الفاتحه، يبقى اقرا الفاتحه. ثم اركع، او بعض العلماء في موضع طريقه ثانيه قال ثم اقرا ما تيسر معك من القران بعد الفاتحه. يعني في العلماء فهموا اللفظ ده بطريقتين، علماء قالوا ده تيسر من القرآن ده الركن، والنبي بيعلم الأركان فما يكلموش على سنة، هو الركن هي الفتح، إما ما تيسر من القرآن هو الفتح. والرأي ده رأي لطيف وأنا أميل له، لأنه هنا يبين. لكن بعض العلماء منهم سيدنا أبي جمرة قال ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، على أساس أن الفاتحة معلومة بالضرورة أنها بتقرأ في كل ركعة، فمش محتاجة تنويه. واضح؟ فده بقى الرأي وجيه يعني. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قال له التكبيرات الانتقالية؟ ما قالوش، يبقى دي مش من الأرض، يبقى دي بقى من السنة، لأنه ما قالوش أكبر. قال له ارفع إيدك عند التكبير؟ ما قالوش ارفع إيدك، يبقى دي سنة. يبقى اي حاجه ما قالهاش النبي في الحديث ده تبقى تتحط في السنه. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ما قالش التشهد ولا قال السلام. وعلى شكل بعض العلماء عندهم في مذاهبهم ان التشهد سنه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سنة، والسلام سنة زي الأحناف رأيهم كده. لكن الشافعي عندهم أن التشهد واجب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، والتسليمة الأولى واجبة بأدلة أخرى. قال لك النبي هنا أراد أن يعلمه اختصارا حتى لا يكثر عليه الأحكام، ثم بعد ذلك يتعلم الباقي عشان ما ناخدش دليل واحد ونعطل أدلة أخرى يعني. ظاهر الحديث يوجب توفية أركان الصلاة من قيام وركوع وغيره من شأنها، ومن لم يفعل لم تجزه صلاته. أنت عندك مكتوبة إيه؟ تجزه بالتاء؟ لم نجزه صلاته، لم نجزه كفقهاء يعني؟ تمشي. والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول وجوب القراءة في الصلاة بغير تعيين، يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ، وده فهم مين؟ الأحناف. قال لك اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي قراءة شرط الفتح كركن، لكن الفتح واجب. وعندهم ميزوا بين الركن والواجب أنه لو ترك الركن بطلت الصلاة، لو ترك الواجب يسجد للسهو وخلاص وصلاته صحيحة، مش كده برضه عندك يسجد للسهو؟ طيب والفاتحة واجب في كل ركعة ولا في ركعة واحدة من الصلاة؟ طيب في كل ركعة؟ هم قالوا كده ولا يكفي في ركعة واحدة من الصلاة الأربعة؟ بس في فقهاء ذهبوا لأنها تقرأ في ركعة واحدة من الصلاة على سبيل الوجوب، وباقي الصلاة باقي الركعات إيه له أن يقرأها ولا يقرأ. بعض الفقهاء قالوا كده لكن مش مشهور. هل عندكم قول بهذا؟ طيب خلاص الحمد لله، يبقى كده تقريبا زي الشافعية، لأن احنا قلنا واجب، بس احنا الشافعية قالوا أن الواجب والركن واحد. هما الأحناف ميزوا بين الركن والواجب، الركن ما دل عليه دليل قطعي والواجب ما دل عليه دليل ظني. لكن من حيث العمل هتلاقي ايه زي بعض كلهم في الصلاة. لم تجزه صلاته، لعلها لم تجزه صلاته. انا اسلوما كاتبينها لم نجزه كاتبينها بالنون، لكن هنا بتهيألي هي تجزيه احلى تجزيه يعني. لكن هي مكتوبة هنا في الطبعة، الطبعة دي اصلا طبعة محرفة كالتوراة والإنجيل مقابلة يعني للتصحيح.
يبقى الوجه الأول وجوب القراءة في الصلاة بغير تعيين، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهنا بحث، وهو أنه يعارضنا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث غيره كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج، خداج يعني نقصة. وحديث آخر كل ركعة، يعني مش كل صلاة، كل ركعة لم يقرأ فيها، ده رواية النسائي، كل ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، خداج، خداج ثلاثة. والنسخ لا يعلم فيها، يعني ما وردش إنها نسخ هذا الحكم. ويسوغ الجمع بينهما بأن يقدر هنا محذوفا والموضع يحتمله، فيكون التقدير ما تيسر معك من القرآن بعد أم القرآن. كويس، ده إيه؟ تأويل لطيف للحديث. بس طبعا إيه، ممكن واحد يعترض يقول له الحديث هنا بيبين له الأركان، وما تيسر من القرآن بعد الفاتحة ليس من الأركان ولا من الواجبات، ولا يسجد له للسهو عند الشافعية ويسجد له للسهو عند المالكية. واخد بالك؟ أيوه. ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام مراعاة لحال هذا الشخص. محتمل، كله ده جايز، ممكن. أو قال له كده، واخد بالك، لو صلى خلف مأموم، أو إنه هو ما تيسر معك من القرآن هو الفاتح، كناية عن الفاتح لأن هي أيسر في القرآن من حيث الحفظ ومن حيث التكرار، فتلاقي كل المسلمين حمل حفظنا أو أغلب. بقول أغلبهم ليه؟ لأن أنا قابلت عيانة والله بيقول لها حفظ الفتحة اللي مش حافظ، عندها 50 سنة ومصرية ومن باب الشعرية، حاجة غريبة. وهو مذهب جمهور الفقهاء، مذهب جمهور الفقهاء أنه يقرأ الفتحة في كل ركعة، هذه مذهب جمهور الفقهاء، لأنه احتمل هذا الحديث أن يكون قبل نزول أم القرآن فيكون على ظاهره بلا تأويل، بس الاحتمال ده ضعيف لأنه الحديث ده مدني وأم القرآن نزلت في مكة، واخد بالك، الحديث ده كان في النبي وقعد في مسجده في المدينة والفاتحة نزلت في مكة، التأويل ده تأويل ضعيف، لأنه احتمل هذا الحديث أن يكون قبل نزول أم القرآن فيكون على ظاهره بلا تأويل، واحتمل احتمال تاني أن يكون ذلك بعد نزول أم القرآن وتقرير الحكم بإثباتها في الصلاة، فرجع الحكم بها معلوما. لما يقول له ما تيسر معك من القرآن كأنه بيقول له الفتح، لأن قد تقرر الحكم أن الفاتحة في كل ركعة، كما أن الصلاة معلومة. والمحتمل لا يعارض به النص، ويكون إذ ذاك، يعني ما تيسر معك من القرآن ده محتمل، يحتمل معاني كتير، لكن النص لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فنقوم نخلي الاحتمال يمشي مع النص اللي هو ما فيهوش احتمالات كتير. فهمت كلام الشيخ؟ دي طريقة الترجيح بين هيئة المتعارضات عند علماء الأصول والفقهاء. ويكون والفرق بين النص والمحتمل اللي هو الظاهر أن النص لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر يحتمل معنيان، معنى بعيد ومعنى قريب. واضح؟ ده اللي يسموه الظاهر. حتى الناس في العوام يقول لك الظاهر قصده كذا، يعني معناه انه احتمالي وقصده حاجه ثانيه، فيبقى الظاهر هو الراجح من احد الاحتمالات يسموه الظاهر. طب والمرجوح يسموه الوهم المتوهم. طب ولو كان متساوي الطرفين يسموه شك، مش كده برضه؟ يسموه لو مستوي الطرفين يسموه ايه؟ شك. والراجح في الاعتقادات يسموه الظن، في الاعتقادات يسموه الظن. طب وما فيش يعني، والمية في المية في الاعتقادات يسموه اليقين أو يسموه العلم. كويس. ويكون إذ ذاك الجمع كما قدمناه أولا، والاحتمال الأول بعيد، الاحتمال الأول إنها تكون قبل نزول أم القرآن ده بعيد، لأن أم القرآن مكية. على فكرة الفتحة نزلت في مكة ونزلت في المدينة، نزلت مرتين، ودي من خصائص الفاتحة، من خصائصها أنها نزلت مرتين، مرة في مكة، والمكي والمدني باعتبار الهجرة مش باعتبار موضع النزول،
يعني من أقول لك سورة مكية معناها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته ولو في غير مكة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته ولو في مكة. يعني إذا جاء نصر الله والفتح دي نزلت في الحج، والحج مش في المدينة، لكن تعرف القرآن تقول لك إيه سورة مدنية أنا نزلت بعد الهجرة، والنبي حج إيه حجة الوداع بعد 9 سنين من هجرته. فهمت بقى؟ لأن أم القرآن مكية وهذا الحديث مدني والله عز وجل أعلم. عرف منين إنه حديث مدني؟ لأنه كان بيصلي في مسجد النبي في المدينة الواقعة، الواقعة تدل على إنه كان داخل يصلي في مسجد النبي، والنبي كان جالس في المسجد. الوجه الثاني فيه دليل على الأمر بتكبيرة الإحرام، يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. طبعا يعني لو إحنا بقى عايزين نعمل حشية على شرح الشيخ أبي جمرة نقوم نحشي في الحتة دي، نقول قبل تكبيرة الإحرام إذا قمت إلى الصلاة أي قصدت، فنوه على النية، فتروح عامل حشية كده، واخد بالك؟ عشان كده تملك العلماء زمان ما يقروا كتب يحشي عليه، واضح؟ لأن ممكن برضو تفوت على أحد العلماء لمسة لمحة ما يدرش، وعشان كده تلاقي الكتاب عليه حواشي، وما تفتح كتب أجدادنا زمان تلاقي تملي على هوامشها تعليقات تعليقات تعليقات، وساعات التعليقات دي بتبقى مفيدة جدا في فهم الكتاب، هم بعد كده ما يطبعوا الكتاب يروحوا طبعينه بتعليقات فلان، يقول لك حشي فلان على كتاب كذا. ليه؟ لأن نفس الحواشي دي بتاعت علماء زمان لما كانوا يقروا الكتب كانت مهمة بالنسبة لإيه؟ لطالب العلم. وأحيانا يحشي ويكون الحشية بتاعته دي فيها بعض الأخطاء في بعض المواضع، ما يدورش يتابع، ويجي واحد يحشي على الحشي يعلق عليه، لكن ما فيش حاجة اسمها يشتب. لا ده حتى لو أخطأ يثبت الخطأ وينسبه لقائله وبعدين بعد كده يعلق، مفيش حد يشتب. لو هنشتب كنا شطبنا على أحاديث الموضوع، ده في علماء تخصصت تصنف في أحاديث الموضوع. فهي أمة ما عندهاش عورة، أمة النبي ما عندهاش عورة، ما عندهاش حاجة اسم تخطيط. لا قراءة الشاذة علم من العلوم ومؤلفات فيه، أحاديث الموضوع مؤلفات والناس تخصصوا فيه، واخد بالك؟ ما عندناش حاجة نخبيها، بل بالعكس احنا علشان نشرنا كل حاجة بلغة العصر الشفافية، فحفظنا عرفنا درجة كل ايه كل شيء، عارفين ايه الصحيح وايه الحسن وايه الضعيف وايه الموضوع وايه المكذوب وايه وايه وكل والاوهام، كل حاجة عارفين. امة عندها علم، انما لو هنقعد بقى نشطب ونعمل ونقول طبعة مزيدة ومنقحة هتدوس ليه تتبدل ايه العلوم بعد كده. فاحنا لو هنعمل حشية على الهامش نقول ايه قوله اذا قمت، اصل هو وقف عند فكبر ما علقش على كلمة اذا قمت، فاتيته الحتة دي ما يجراش حاجة، جل من لا يسر. مش معنى كده ان احنا اكثر علما منه، لا، لكن هو تملي ربنا يجعل لكل جيل نصيب من انه يضيف حاجة علشان يبقى برضو ايه يبقى كل جيل له نصيب منه من هذا. وكنت ايضا فيها ركن اخر القيام على القدرة، وفيها القيام إذا قصدت فقم، تضمين فيها تضمين معنى القصد. ما هو بيقول لك الإمام البيجوري يقول لك إيه بالحشية يا سائلي عن شروط النية؟ القصد والتعيين والفرضية، مش كده برضه؟ فهي القصد هو القصد هنا في كلمة قمت. فيه دليل على الأمر بتكبيرة الإحرام، يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ويؤخذ منه أن التكبير كان عندهم معروفا في الصلاة، التكبير كان معروف في الصلاة. تحطها هنا لأن ساعات تحطها هنا ما أشوفهاش، وبعدين يقولوا لي شربت الليمون أقول لهم ما جاليش، تعمل لي مشاكل، فتحطها كده تملي أولا أداب التقديم لواحد، ما تحطش الحاجة بعد سور الكرسي لأن لو خدها كده تقع منه وقد لا يراها، فلازم يبقى الكرسي متقدم على سور الكرسي، دي أول حاجة، ويكون من جهة اليمين، وبعدين يبقى أمام الشيخ بحيث ما يجي مد إيده، حتى وأنت بيحطوا لك الشاي في البيت ما تخلوش يحطوا لك أي حطة كده، لا، روح حطوا على الكرسي، إمارة فقر ما فيهاش حاجة، هاتوا الكرسي من هنا، حطوا عليه من هنا، قدموا شوية، أيوه يبقى ليك صوت في البيت كده، مش تبقى أي حاجة كده وخلاص، وإيه الكوباية اللي جايبينها دي؟
ما جبتوش كده كوباية أصغر يجيبوا لك مرة أصغر، ليه جبتوا لي صغير؟ كده يعني تعمل شغل ما تبقاش حلو عشان يتعمل لك حساب برضه. إذا قمت إلى الصلاة فكبر. يؤخذ منه أن التكبير كان عندهم معروفا في الصلاة، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام فكبر، كبر مع رفع معروف أنه يقول الله أكبر، يبقى خلاص معروف. ولم يعلمه صفة التكبير، أصل ممكن يقول الله الكبير مش كده برضه، وممكن يقول الله العظيم يقول له عظم. الأحناف عندهم يميزوا دخول الصلاة بالله الكبير، الأحناف عندهم مش كده برضه، والله أجل والله أعظم يمشي الشفية، لا الله أكبر هي اللفظ ده فاش بقى أي حاجة تانية. ولا يضر تخلص بينهم. ها؟ ولا يضر تخلص بينهم كان. الله العظيم أكبر. أكبر. بس لازم أكبر. بس لازم برضو يعني إيه ما تبقاش صفات كتيرة حتى تقطع الموالاة. دي نقطة مهمة. مش يقول بقى الله الودود الرحيم اللطيف الخبير العظيم الحي القيوم أكبر. لا طال الفصل. طال الفصل. فهم؟ كل دي تفاصيل في المذاهب لطيفة يعني تبقى حواشي كده لطيفة، ما حدش بيعمل كده، بس هي بتعلمك العقلية الفقهية ازاي الفقيه بتتربع عقلية، لكن ما حدش بيعمل كده اصلا الحمد لله، لكن هي بتبقى لطائف في اثناء دراسة الفقه بتربي فيك العقلية الفقهية اللي بيها تعرف تستنبط الاحكام وازاي تعملها. الحاجات دي اللي بطلوا الوقت يدرسوها للطلبة في الازهر من باب الاختصار، بتخرج خريج الازهر ما عندوش الحس الفقهي، لكن لما يقعد يقرا الحواشي وتعليقات العلماء بيجي له بقى الحس الفقهي، يبتدي بعد كده يبقى عنده خبره ازاي يجتهد وازاي يرجح من الادله وازاي وازاي ليها طريقه ثانيه مختلفه. هو كل الخيره ان قال لك ان لازم ياخد الشهاده الكبيره في 4 سنين وعلوم الدين واسع. كان زمان الازهري يقعد يلازم المشايخ اللي هو شيخ العمود يقعد يشرح الكتاب في 11 سنه وده بيشرح كتاب في 10 سنين وده بيشرح كتاب في 5 سنين يوم يحضر في العمود ده والعمود ده والعمود ده، وما فيش تحديد للامتحان. اللي بيحدد الامتحان الطالب، الطالب بعد ما بيخلص خلصها في 2 سنين في 3 في 10 يروح يدون اسمه عشان يمتحن، يوم ما يمتحن يخش للمشايخ يسأله في الكتاب كله. عشان كده كان الأزهر زمان يطلع علم، انما دلوقتي مقرر ومش مقرر وبس، وسنه واحده واستنى مش كده وبس، ترمين والترم شهرين محاضرات وشهر بيستعد للامتحان وشهر يمتحن واجازه نص السنه وبعدين ياخد الترم الثاني، شهرين ياخد محاضرات وشهر يستعد للامتحان وشهر يمتحن واجازه 3 شهور واعمل كده 4 سنين وبعد كده يقول لك خدت العالميه. عالميه ايه؟ خدت الجاهليه. دي مشكلة. ما بقاش نظام التعليم زي بتاع زمان ان هو يمسك الكتاب يختمه على الشيخ ويشوف تعليقات الشيخ ويقعد ويحضر كل يوم، والمحاضرة مش ساعة ولا بتاع، لا ويتأخر كمان نص ساعة في المواصلات ويجي يبقى فاضل له في وقته نص ساعة. مش ده كل ده بيحصل؟ لا ده كان الشيخ يجي يقعد مدي ظهره للعمود من وقت الضحى. الضحى يعني امتى؟ يعني بعد شروق الشمس كده بنص ساعة يقعد الشيخ يدي دار العمود يمسك، والعيال الأطفال والأولاد والست أعمار مختلفة كل دول حوالين الشيخ، والشيخ يقعد يقرأ ويعلق ويسأل الطلبة ويعمل ويتناقشوا لحد أذان الظهر. شفت من الظهر لأذان الظهر. والشيخ بيجي إمتى؟ مرتين في الأسبوع؟ لا كل يوم، كل يوم وأجازة الجمعة. شفت بقى نظام التعليم الازهري بتاع زمان مختلف. الاخر كان يطلع علماء، تيجي تقرا الشيخ بخيت المطيعي اه سيرته، تيجي تقرا مش عارف الشيخ عبد الله الشنقاوي، الشيخ مثلا الدمنهوري، الشيخ مش عارف مين، مشايخ يعني الشيخ محمد عليش عبد الله عليش، مش حاجات ما يعني تنبهر. يقول لك قرا مش عارف الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني في 3 سنوات وقرا الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني في 4 سنوات ولازم الشيخ الفلاني لمده 11 سنه ايه ده؟
أما تقعد تعرف سير الناس الأقدمين. عشان كده اختلف بقى خريج الأزهر بتاع اليومين دول وخريج الأزهر بتاع زمان، أسلوب العلم مختلف. فلازم أول حاجة نمنع تقييد الدراسة في الأزهر بالذات. ليه؟ لأن العلوم طويلة. ثانيا نعمل حاجة اسمها جراية. جراية يعني إيه؟ يعني مرتب للطالب، لأن طالما أنا هأخره بقى يدرس براحته بقى، يبقى لازم اديله مرتب. ما هو انا عايز اخرجه ليه؟ يقول لك اكل عيش بقى، ياخد الشهاده ويروح يشتغل عشان يتجوز ويشوف مصالح. مش ده اللي بيحصل؟ طيب يبقى نعمل حاجه اسمها الجرايه، ويجوا اهل الاموال يعملوا اوقاف تنفق على طلبه العلم الشرعي الشريف. العلم الشرعي الشريف له طريقه في الدراسه مختلفه عن باقي العلوم، يحتاج تفرغ وملازمه للشيخ، وفي نفس الوقت ايه ما يحتاجش بقى الصربعة دي. فده معناه انه هيقعد يدرس 12 سنة 20 سنة. طب وال 20 سنة اللي هيعمل فيها ايه؟ عايز ياكل ويشرب ويشتري كتب ويقعد يتفرغ للمشايخ. اه يبقى نجري عليه جراية، ياخد 1000 جنيه كل شهر مثلا، واخد بالك؟ ونعمل لهم كمان مساكن يسكنوا فيها، وبعدين اللي بلغ من السن 22 سنة نجوزه كمان. احنا بنحلم يا اخي يعني حتى مش هنعرف نحلم في البلد. لعلمك المسلمين عندهم اموال لو وظفوها بالطريقه دي هيجدوها، اغنى بلاد العالم هم المسلمين. ده لو جمعوا زكاه بلاد البترول بس يعملوا اللي بقول لك عليه احلام، ده يبقى واقع. واخد بالك؟ سهله. ساعتها بقى هتلاقي علماء اكابر تظهر في الامه بقى. علماء بقى حجة، يبقى قاعد كده حجة الواحد، يعني الواحد منهم بأمة. إنما ما ينفعش حكاية الترم وثلاث شهور وشهرين وإيه المهم وإيش مشطوب وركز على كذا، وفي الآخر ياخد إيه العالمية من ميكي جيبه. ما ينفعش. حتى مش ميكي الأصلية، ده ميكي مختصر ميكي. يا ريت ميكي الأصلية المجلد الكبير، لا ده ميكي جيب، يعني اختصر وحتى ميكي إلى ميكي على قد الجيب كده. ده اسمه كلام. يبقى شيخ ميكي جيب؟ ما ينفعش. يبقى احنا لازم نرجع بقى للشرع الشريف بالطريقة المحترمة مرة أخرى. تبص تلاقي الطالب من دول يتخرج مع العالمية، واخد بالك؟ وختم البخاري وختم الكتب الستة وختم الحواشي وختم علم الآلة اللي هي اللغة والبيان والعروض، واخد بالك؟ والقواعد النحو والأصول والمصطلح كل بقى ده. بص تلاقي العالم من دول يجي يقعد يملى عين الناس، مش الناس تستهتر بيهم. عايزين مشكلة، عايزين نحلم تاني. يبقى في أوقاف لطلبة العلم تنفق عليهم. يا أغنياء المسلمين أوقفوا ثلث أموالكم، الورثة كفاية ياخدوا التلتين، والتلت خليه لطلبة العلم. احنا مش هننصر لنا اللي بالطريقة دي، نطلع طائفة علماء مننا من وسطنا تربي أبنائنا. ما احنا لازم نبني الإنسان. هنعمل الدستور، طب ومين اللي هينفذ الدستور؟ إنسان خاوي يتلاعب بالدستور ويخليه بعد كده لمصلحته مهما عملت مين دستور. لازم تبني الإنسان بقى. وعلشان كده احنا مش هنعرف. الثورة الحقيقية هي ثورة في التعليم والتربية. هي دي الثورة الحقيقية. طول بعد مثلا 10-20 سنة عملت جيل محترم. الجيل المحترم ده هو أنا اللي يبني البلد، اللي لما يعرض عليه مال حرام مهما كان كبير أو صغير وما فيش رقيب، شايف إن ربنا رقيب ما يمدش يده عليه، يحافظ عليه. هو ده الجيل المحترم اللي احنا أصلا بنبحث عنه مش لاقيين. لكن في طريقة لتربيته على فكرة قدامنا. جميع أغنياء مصر اللي عنده مليون وطالع، نعمل حاجة اسمها ايه؟ الوصية الواجبة. الوصية الواجبة ايه؟ تلت اموال الاغنياء. ومين الغني؟ تعريفه اللي سايب مليون جنيه فزايد، ناخد تلتهم وقف لطلبة العلم الشرعي. تبص تلاقي بقى عندنا مليارات بتنفق مرتبات للطلبة ومرتبات للمشايخ واقامة للمدارس وتوفير للطبعات القيمة توزع على الطالب مجانا، وبيوت لطلبة العلم، وتتقلب تاني الدنيا بقى.
مستعد الدفة اتعدلت مرة واحدة. فهمت بقى ازاي؟ لكن طول ما احنا عايشين كده وطلبة العلم الأزهرية مش لاقي حد ينفق عليه يقوم يعمل ايه؟ يشتغل بنا ويشتغل يعمل محارة ويشتغل في سوبر ماركت ويقف في بنزينة يملى عربيات. طب هيبقى طالب هيبقى عالم ازاي ده؟ ما ينفعش الكلام. خطوط الكمبيوتر دلوقتي اكيد بيعملوا الجرايه دي، يعني بيدوا منح وبيدوا الجرايه دي للطلبه اللي بيتفرغوا لكورسات الكمبيوتر. طيب اهو، طب نعمل بقى احنا لطلبه العلم. احنا مش عايزين يا جماعه تبقى تجيلنا اسئله، لان في دار الافتاء فاتحه وممكن تتصل بيه بجد. اي اسئله فقهيه متعلقه بزكاه يرث مش عارف ايه ده مش وقتها في تراويح رمضان، ودار الافتاء شغاله من 9 الصبح للساعه 3 يوميا. يتصلوا بيه صح ولا لا؟ لحد 9 بالليل يا مولانا. لحد 9 بالليل خلاص. فاللي عنده سؤال زي ده يطلب دار الافتاء بالتليفون 140 دليل. قالوا ايوه يا دار الافتاء، وفي كمان ايه بالمحمول كمان دلوقتي، يعني مشايخ قاعدين عشان ايه ياخدوا دخل يفتوا. المظاهر دي هتختفي على فكره لما يبقى في مرتبات كويسه للعلماء، مش يدي اسمه على المحمول ويتفق مع شركه الاتصالات عشان لما تجيله فتاوى ويقبض في اخر الشهر كم الف علشان عمل كم مكالمه. كل دي المظاهر دي هتختفي على فكره، مش هتبقى هتلاقي تاني العالم تاني يبقى قاعد كده رافع رقبته مش همه حاجه بقى خلاص. يا رب يا رب حقك املنا يا رب. فكبر ولم يعلمه صفه التكبير ولو لم يكن معلوما ما جاز السكوت عنه عند الحاجه اليه. وهنا بحث، وهو ان يقال ما هو حد الاستواء. اختلف العلماء له حد الاطمئنان، يعني يقول لك ايه ثم ارفع حتى تستوي رافعا، مش كده؟ ايه حد بقى الاستواء؟ اختلف العلماء في ذلك الحد، فمنهم من قال قدر 3 تسبيحات، بقد ما تقول 3 تسبيحات يبقى ده اسمه الاطمئنان، يعني معناه تسكن الاعضاء ولو لحظه لطيفه، وبعد كده انت الاول بترفع يبقى في حركه لحد ما توصل لسكون لحظه وبعدين تنزل، انما ما ينفعش ترفع كده فين السكون؟ ما مرتش بلحظه سكون، خدت بالك؟ لازم تيجي لحظة سكون. فقال لك السكون ده أقله إنك قدر وقت 3 تسبيحات. ومنهم من قال غير ذلك، ومنهم من لم يجعل له حدا العرف إلا ما حده هنا صلى الله عليه وسلم، وهو قول مالك رحمه الله ومن تبعه وهو الأظهر. يعني الاطمئنان عرفي، بحيث إنك أنت تشوفه كده تقول ده مطمئن في صحيح. تركها الإمام مالك للعرف. وعند الإمام مالك برضو الحركة اللي تبطل الصلاة تركها للعرف، بحيث أنت لو شفته تقول هذا ما بيصليش، مش معقول بيصلي، تلاقي واحد بيتحنجل. لا معقول ده بيصلي وبيتحنجل على رجل واحد، لا مش معقول. يبقى دي مش صلاة. يبقى لو اتحنجل في الصلاة دي حركة تبطله. يعني تركها الإمام مالك للعرف. لقيته مثلا إيه؟ واقف بيعد الفلوس. واخد بالك؟ بيظبط الساعة وبين يطلع المحمول يشطب المسجات وبعدين يعمل ريدايل لنمرة أو يبعت مسج، واخد بالك؟ كل هو قاعد يقرا ما شاء الله يعني. الحركات دي بقى تبطل الصلاة. ليه؟ لأن دي حركات خارجة عن الحد العرف. فاهم؟ الشافعية حددوها بقى لك 3 حركات. واخد بالك؟ فما زال 3 حركات فما زال. يبقى في بعض العلماء تركتها للعرف وبعض العلماء تركوها حددوها علشان ما تبقاش، لان العرف غير منضبط. العرف غير منضبط، لكن لما تضبطها يبقى احسن احوط. لان الذي اعطي البلاغه والنور والحكمه اخبر بالامر الذي ياخذ كل الناس منه القدر الذي فيه اجزاء فرضهم، لان الناس فيهم الخفيف البدن الخفيف الحركه. يعني خفيف البدن خفيف الحركة ده ممكن يرفع بسرعة يطمئن وينزل، والتاني لسه بيرفع اللي هو البطيء. فهمتني ازاي؟ فيبقى اطمئنان خفيف الحركة غير اطمئنان سريع الحركة.
فهذا بأقل من 3 تسبيحات تعتدل جميع مفاصله اللي هو خفيف الحركة. ومنهم الثقيل البدن الثقيل الحركة، فهذا بمقدار 3 تسبيحات لا يتم له فرضه أصلا. ده أول لسه 3 تسبيحات دي يدوب بيرفع دماغه، ولسه خلصنا 10 تسبيحات لسه في السكة إن شاء الله يوصل. وبعدين وصل الحمد لله. وهي اطمئن بقى، خدت بالك؟ يبقى بتختلف باختلاف الإنسان حتى مراحله العمرية. وأنت شيخ كبير غير وأنت شاب غير وأنت صبي صغير، حركتك بتتفاوت وتختلف. وده بيصلي وده بيصلي وده بيصلي في كل المراحل. ومنهم ما بين ذلك هم أيضا في النطق بالتسبيح مختلفون. واحد مثلا نطقه بطيء شوية قال له جلطة مثلا، فنطقه مختلف. سبحان الله بياخد نفسه سبحان. تقول انت قلت 10 تسبيحات هو لسه بياخد نفسه للتسبيحة التانية. على شكل كل ده الشيخ بينقد قول ان قدرها 3 تسبيحات، قال لك دي غير منضبطة برضه. حتى قدر 3 تسبيحات دي غير منضبطة، لان ممكن واحد يقول 3 تسبيحات في وقت غيره ما يلحقش يقول ولا تسبيح، فاخد بالك؟ فيبقى كانه هو عايز يرجح قول الامام مالك اتركها للعرف حسب عادات الناس واختلاف احوالهم من مراحلهم السنيه وتفاوت حركتهم. وده برضه راي لطيف على اي حال. ونقف على الوجه الثالث غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على صلاه على المخلوقات سيدنا محمد.